حيت كيعجبوني المواد العلميه احسن من الادبي. علاش اختار ادبي؟ ولي ساهل. ولي ساهل. انا ما اختار والو في الساعه. اختار علمي. علمي عندك مع المواد العلميه؟ لا وال. علاش اختار علمي؟ لا ما نعرف. انا خلصت من القرايه. خرجتي؟ لا خرجت. شنو خصك تعمل؟ طبخ. عندك مواد خضار خلي بها. من السابعه خرج. ما عندناش كانت قرايه. وما ما بعد يتزوج شنو الافاق اللي كاين عارف؟ او المغرب او خارج المغرب عارف؟ لا صراحه لا ما عرفتش لا. هادي الفكره اللي في بالي دابا انا كبر عمي كونطابيليتي على حسب بالي كدايا دابا واللي كنشوف فيها الافاق ديالي انا. شكون اللي كي يعني كيقول لك خصك تعمل؟ حتى ما كيقول لي دير اللي باغي انت اللي خصك انت ماشي هو اللي كيبزز عليا انت اللي باغي فين تمشي ماشي هو اللي يبزز عليك دير ادابي. الميوليت ديالك انت بغيتي دير الصحافه الدغوه اي حاجه بغيتيها. انا قبل ما تضرب بعسني ساقط في ابتدائي رجع عايده. لا انا باغي نكون علمي حيت كيعجبني الماط. الماط 16 17 سكتنا صاحبي. شنو بالخاطب انطلع انا عاد جيني عندي تخيل يعني دونك بيدي بغيت نكمل هادشي دابا. لا اصلا هو اللي وجهني صحني قلب هاد الشعبه هادي. انت سيو صمت سيو صمت حتى انا عامل انترناسيونال دونك مضمون عندي سيو صمت باك انترناسيونال كتقرا كلشي فرونسي فيزيك فرونسي سيونس فرونسي كلشي فرونسي اغلبيه كلشي فرونسي. السلام عليكم معكم حسناء. المهم انا عضو جمعيه طنجه المدينتي جيت اليوم الثانوي الاعداديه محمد حسن الوزاني باش نعلم التلاميذ بلي كاين واحد ليفينمون اللي كنحضروا له حنايا ليهم هما الناس ديال ثالثه اعدادي اللي غادي يعاونهم على التوجيه ديالهم يحددوا التوجيه المناسب ديالهم فقط. المهم دخلنا الاقسام وعلمناهم وعلى حسب ما شفنا زعما كاين رغبه من قبل التلاميذ. واش التلاميذ كيعرفوا شنو كيتسناهم مفتزعه ولا لا؟ بزاف ما كيعرفوش بزاف هذاك الشيء اللي هادشي حنا اصلا عاملين هذا ليفينمون غير باش نعلموهم ونعاونوهم على انهم يختاروا.